ماركانو بس موضوع التبديل ما فهمت انا مصطفى. الكاريلي اليوم يعني انت عارف ما بحب احكي عن المدربين بس فريق فايز 3-0 وعم تلعب بتشكيله فايزه صار لها اسبوعين, تقعد رومارينيو على الخط والمالكي وبعدين ينصاب عندك هو اخطر لاعب هو رودريغيز وتنزل حمد المنصور. هلا من 3 ايام صارت هي بالدوري الالماني يعني مع بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن نفس الشيء عمل فيك, نزل لوروساني محل كومن ورجع طلعه بعد 37 دقيقة. فما بعرف ذكر لي يمكن كان حاضر نفس المباراة, بس هو عامل لك انه انا غلطت لان رومارينو الا اذا كان مش جاهز يلعب مثلا ال 45 دقيقة على ضغط مباريات, لانه نحن المباراة كانت سلبية في سيطرة للرائد كان على مجمل المباراة بس مباراة سلبية ما فيها فرص. لا وقت نزل رومارينو كرة في القائم وانفرادي وبعدين ونزل فهد المولد. تصرف كاريلي بالنسبه لنا نحن ما بعيد ما بنعرف شو الجازي. انا برايي بلش بالتشكيله الغلط وانهاء بالتشكيله الصح بس كان تاخر كثير الوقت. هل ترى توفيق انه هذا فرمله لانطلاقه الاتحاد؟ لا, اول حاجه يعني الاتحاد اليوم ما قدم مباراه اللي كلنا كنا متخيلينها واستمرار لنادي الرائد. تخيل يا ابو كرم انه الرائد لرابع مباراه على التوالي ما يسجل ولا هدف, 360 دقيقة يلعبها الرائد ولا هدف. الاتحاد المشكلة في المدرب كانت واضحة. أنا ما أعرف ليه يعني المباراة كانت كلها باهتة ويعني مملة إلى أن نزل رومارينيو وسط الملعب حقيقة. أيضا إذا أقدر أتكلم على حمد المنصور يعني ما قام به يعني غير 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 منطقي وغير مقبول من أي لاعب محترف, فمن بالك يعني في نادي مثل نادي الاتحاد حقيقة. شو عمل؟ ما عمل شيء يعني أبدأ امتعاضه. صلاح من يومين عملها حتى ولو يعني لا يعني حتى لو عملها صلاح هذا ليس مبرر له, خطأ عليه وخطأ على صلاح. يعني يجب اللاعب المحترف أن 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 يطيع المدرب في جميع قراراته, واللوم على المدرب وليس على اللاعب. اللوم على أداء يعني اللاعب حمد المنصور تصرفه طبعا غير مقبول, بس دائما المدربين بيتحاشوا بس يكونوا بهيك خطأ يقربوا على اللاعب. يعني ما كان كاريلي المفروض يروح يسلم عليه لأنه اللاعب هو استمبر وعارف أنك أنت نزلته بالدقيقة 17 بتبدله بالدقيقة 60, فالولد بيكون معصب. فكتير مدربين إذا بتنتبه بيبعدوا وبيتحاشوا ما بيسلموا على لعيبتهم لا تخلص المباراة بيحبوا يقعدوا يحكوا معهم. فأنا برأيي كاريلي يتحمل كتير الغلطات.